نحب نفهم الاضراب في الوظيفه العموميه هذيا اسكو هذيا حاجه معناتها ريناها قبل على خاطرنا لي سيميليتود توا في اللي صاير معناتها تقولش علينا نفس السيناريو اللي شنو قبل قاعد يتعاود اما الاضراب كيف ما نهك صاروا زوز اضرابات وقت حكومه يوسف شاد في 2018 وفي 2019 في وضعية كانت فيها حكومة ركزة واقفة خذت قرارات اللي الاتحاد اعتبرها قرارات غالطة وكان الاتحاد عنده مطالب والحكومة ما تبقتهمش. مرة هذه بالكونتكست هذي الكونتكست هذي. الكونتكست متاع الأزمة كبر يعني وضعيتنا اليوم في 2022 ما عنديش حتى علاقة بوضعية 2018 و 2019 والاتحاد الضرب العام تاع نهار الخميس مستقوى فيه بحاجة هو أنه وضعيتنا المالية كدولة تلمو دورت اللي لي في مي والبنك مونديال اليوم اللي هما يعطيو فينا في الفلوس قالوا لك بصريح العباره للحكومه وللرئاسه يلزم الاتحاد يصح على اي وثيقه دونك الاتحاد يعرف اللي اليوم البلاد تحت الزرسه اللي الحكومه هذه اولا ما عندهاش عمق كبير معناها ماهيش حكومه وراها احزاب هي حكومه رئاسيه نتاع ظرف استثنائي زاد معناتها نجمو نعتبروا انه الاتحاد يتصرف هكا على خاطر ايل سون بروتيجي معناتها بالابوي نتاع لي في مي بالابوي نتاع الفمي دون سيغتان فاسون oui. بعدم وضوح الرؤيه نتاع مش الحكومه هذه مش ديريكت معناها الفمي حطتو شرط داخل في الشرط شرط مهم جدا مش هي تساند في خاطر الفمي ما تساندش هي اش تقول لك هو الفمي والبنك مونديال اش يقولوا يقولوا لك انتم ليكم تقريبا 5 سنين كل ما تاخذوا فلوس تتعهدوا بحاجات ما تعملوهمش وعندهم الحق وعندهم الحق بالفعل تونس تعهدت بحاجات ما عملتهمش معناها على مستوى الماليه العموميه وعلى مستوى الريكروتمون على مستوى برشا حاجات ولو عملت البعض عملت بعض ما وعدته مش هذا تحكي 5 سنين لتالي اي ما هذه الحكومه نتاع تو الحكومه نتاع تو الحاجه بدات بغلطه استراتيجيه تكتيكيه حكيت الفصل 20 اللي يناقش يقول فصل 20 يقول لك حتى حد ما يناقش مع الاتحاد الا رئيس الحكومه دونك الوزراء الاخرين ما عادش عندهم كلمه اعتبروا الاتحاد هذا تهجم عليه تزيد انت الكلام والتهجم تاع رئيس الجمهوريه اللي ما عطاش الاتحاد كارو اللي قال ذاك الحوار اللا وطني الحوار اللي ربحت به تونس جائزة نوبل اعتبر قال كلمه وقت على الاتحاد نتاع الطابور الخامس سانكيم كولون كايتي مالبريز وقمه القمم دخل اسم الاتحاد في الحوار الوطني وقت اللي الاتحاد قالوا انا راني ما نحبش نشارك يا ولدي راني مانيش باش نشارك زيد حط الاسم نتاع نور الدين تبو معناها رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه عملوا تقريبا في العشرة شهور هذيا كل الاغلاط الممكنه او كل الاستفزازات الممكنه باش يجيبوا الاتحاد يردوا الاتحاد في الاعداء اهم من هكا الدوسي اللي قلق الاكثر في الكواليس هو انه يبدو انه رئيس الجمهوريه مازال شدد في انه تصير قضيه ضد الاتحاد في مساله المؤتمر اللي هو غير قانوني دونك يحب يستعمل القضاء ضد الاتحاد وهذا ولات اون فري ديكلاراسيون دو غير للتذكير كلمه واحده شي يقول لك جماعه الاتحاد يقول لك مشروعيه قداش جبت انت في الدور الاول الانتخابات جبت 600,000 صوت قيس سعيد نقص قداش جاب في الاستفتاء جبت 400,000 قداش جاوك متظاهرين في 800 باش يساندوك 900 شخص انا عندي 700,000 منخرط دونك فما معركه نتاع مشروعيه 700,000 منخرط ضد 1000 شخص خرجوا باش يساندوا قيس سعيد مش هذا طبعا جي كاريكاتوري اما كاريكاتوري